السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض حاجة حلوة النهاردة اللي هي أم علي. في ناس بتعمل أم علي بالجلاش وناس بتعمل برقاق مرة، وفي طبعا أم علي جاهزة عادي في السوبر ماركت ممكن تجيبيها عادي. أنا كنت في السوق وجبت كرواسون ده، جربته قبل كده بأم علي، حتى ممكن تلاقوا فيديو على القناة. لما جربتها لقيت ان الكرواسون حلو قوي قوي في ام علي، بقى انا عايزاكم تجربوه. وطعمه جميل قوي، كمان سهله قوي وسريعه، انك عايزه الاولاد ياكلوا حاجه حلوه وانتي مثلا ما عندكيش حاجات في البيت كتير او عشان التكلفه، فانتي ممكن تجيبي كرواسون وتقول لهم اعمل لكم ام علي، وزي رز بلبن محلبيه، الحاجات السريعه دي احنا بنعملها في بيوتنا، دي اللي امهاتنا كانوا بيعملوها زمان. زي ما انتوا شايفين، لازم ام علي علشان تجيبي كرواسون وتعملي بيه ام علي لازم يكون ساده زي ما انتوا شايفين ده كده. طبعا انتوا ممكن تعملوه اصلا في البيت بدل ما تشتروه، بس الاسهل انا اشتريت كرواسون الساده دوت مع بعض في العلبه ده كده لوحدها. عندنا هنا اللوز مقشور، عندنا جوز الهند، عندنا المكسرات اللوز، وعندنا الزبيب، ودي طبق صغيرة. طبعا ام علي انا ما بحبش، يعني قبل كده عملت بالطاجن الكبير بس دايما الولاد كانوا بياكلوا حتة منه ويسيبوا الطبق فمتبقاش ظريفة، فجبت الطبقين دول اعمل فيهم بحيث ان ايه يخلصوا بسرعة. الحليب طبعا انا عندي هنا الحليب، حليب بودر، هنعمل ام علي بالحليب بتاع بودر ده اللي متوفر عندي في البيت، حطيت عليه سكر ونقلبه كده مع بعض كده، ونبدأ بقى ندوب الحليب في المية، ماشي. وبعد كده طبعا هنجيب الزبدة بتاعتنا في التلاجة نطلعها، بس كده مكونات سهلة وبسيطة ومش هتاخد حاجة خالص في الفرن. هنعمل بقى المية، ندوب بس الحليب في المية كده ونرجع لكم تاني. طبعا عشان تدوبي الحليب البودر دي، علشان معلومة، علشان اي حد عنده حليب بودر ما عندوش الحليب اللي هو الفريش، علشان تدوبي الحليب البودر لازم الاول تحطي مية قليلة خالص وتحاولي تدوبي الحليب بالشكل ده عشان ما يعملش كرات بالشكل ده كده، حاولي تدوبيه جامد بحيث ان انت لو حطيتي المية بالتدريج هتلاقي نتيجة افضل جدا، لكن لو حطيتي المية مره واحده على الحليب هتبص تلاقي الحليب عمل كتل كده وكلاكيع ومش هيبقى ظريف. طبعا لو عندك قشطه تحطيها على الوش معاني تبقى جميله قوي. طبعا الحليب بتاعنا ده كامل الدسم بيعمل قشطه يعني، وهنحط برضو زبده على الوش بالشكل ده. شايفين انا دوبته الاول كده بحيث ان ميبقاش فيه كتل، تقدري بقى انت تزودي الميه براحتك. دي معلومه لاي حد عنده حليب بودر، لان انا ولادي لما كنت بعمل لهم الحليب ما كانوش بيقدروا يشربوه، لكن بالتدريج مش هتلاقي فيه كتل خالص. نحط بقى المية كده بالشكل ده، حطيت المية وقلبت، بصوا شايفين عامل مفيش اي كتل ولا اي حاجة، دلوقتي بقى زي الحليب الفريش بالظبط. ثانية واحدة اجيب لكم معلقة عشان تشوفوها برضو. هنقلب الحليب بالمعلقة عشان تعرفوا ان مفيش اي كتل، وانك تحطي الميه بالتدريج عشان يبقى زي الحليب الفريش بالظبط. شايفين دايما التقليب بيبقى بالمضرب السلك احلى، اللي هو ده كده كده. خلاص احنا دوبنا الحليب، دلوقتي اول خطوه هنعملها هناخد الكرواسون هنا وهنحطه في طبق كبير واسع شويه كده، نجيب مثلا اربعه تمام بالشكل ده، هم أربعة هيكفوني كمان. دلوقتي هجيب المقص بقى معانا ونحاول نقطع الكرواسون دوت قطع مربعات، ورجعنا لكم تاني. شايفين انا قطعته ازاي؟ شايفين من جوه هش وجميل ازاي وفيه الفراغات موجودة اهي، شايفين بالظبط كده. هنحط بقى على الخليط ده ايه؟ احنا هنحط هنا دلوقتي جوز الهند، وهنحط كمان على الكرواسون مع جوز الهند هنحط المكسرات بتاعتنا، وهنحط اللوز المقشور، وهنحط كل حاجة دلوقتي ماشي. اول حاجة هنحطها مع بعض جوز الهند بالشكل ده كده، هنحط مع بعض اللوز المقشور برضو كده. طبعا المكسرات والحاجات دي بتبقى انتي حسب متوفر عندك في البيت، في ناس ما عندهمش لوز مقشور ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي اي نوع من المكسرات عادي.
زي ما انتم شايفين هحط اللوز كده، فاضل لنا الزبيب، هنحط مع بعض الزبيب معانا بالشكل ده. ممكن كمان احط سنه قرفه من عندي، دي حسب الرغبه، بس احنا دايما بنحب نحط القرفه مع رز بلبن مع ام علي، هنحط سنه صغيره قرفه. كده احنا خلصنا كل المكسرات اللي موجوده اللي المفروض نحطها على ام علي. طبعا زي ما قلت لكم دي حسب الرغبه اللي موجوده في كل بيت، يعني مثلا في ناس ممكن تحط زوداني، اي نوع من المكسرات، عندك كاجو، عندك فستق، بندق، اي حاجه. اهم حاجه ان ام علي بتبقى محتاجه ان انت تعملي جواها مكسرات، جوز الهند، الزبيب، هو ده اللي بيطعمها بيخليها طعمها حلو. هنحاول نجيب معلقه مع بعض ونقلب كويس زي ما احنا شايفين كده، احنا قلبنا المكسرات كلها مع بعض كده. هنحاول بقى نحط هنا في الطواجن بتاعتنا، هنحط ايه ما يعادل كده، نوازن الطبق بالشكل ده. طبعا انا لما اجي احط اللبن وكده هيفضل يشرب منه. بالشكل ده كده جه دور بقى دلوقتي الحليب، هنحط الحليب ونحط على وش الحليب هنا زبدة. وبعد كده هقول لكم نعمل ايه، بس نمشي مع بعض خطوة خطوة. شايفين سهلة ازاي؟ هنحط مع بعض بقى الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللبن اهو شايفين جميل ازاي وما فيش كتل ولا اي حاجة وزي الفل. نحط بقى كده بسم الله. طبعا ممكن ان احنا نعمل كده شوية كده عشان نخلي اللبن يدخل في جوه الكرواسون كده، وكل ما تحطيه في الفرن كمان اللبن هيقل، خلي بالك. عشان كده ما تبقيش تقولي ان انا بزود لبن في ام علي، لا، ام علي حتى لما بتيجي تجيبيها من المطاعم من بره بتبصي تلاقي فيها لبن من تحت، يعني الوش محمر وكل حاجة بس لازم يبقى فيها لبن من تحت، يعني لازم اللبن يدخل في الكرواسون كله، يبقى متغرق كله لبن. ما شاء الله شكلها جميل. وطبعا كده كده ما تزوديش السكر، ليه؟ لان انت اصلا حاطه اساسا عندك في الطبق، انت حاطه اوريدي زبيب كده، حطيتي نسبه السكر قليله. دلوقتي احنا خلصنا الطواجن، جاهز بقى دي الزبده بتاعتنا نحطها على الوش، واللي عنده قشطه، اللي عنده جيمر براحتك، دي حريه شخصيه. او في واحده تقول لك لا انا ما بحبش الزبده انا بحب القشطه، فدي طبعا حسب المتوفر عندك في البيت، او حسب الناس بتبقى عندها قشطه في البيت تقول لك لا انا مش عايزه قشطه. فاي حاجه تحمر الوش، عندك زبده، عندك سمنه بلدي، عندك اي حاجه ممكن تحطيها. هنحط مع بعض الزبده على وش ام علي كده ونرجع لكم تاني. شايفين زي ما انتم شايفين انا حطيت زبده اهو كده على الوش. طبعا دلوقتي المرحله الثانيه، انا ما زودتش زبده برده كتير خلي بالك علشان الكرواسون اصلا فيه زبده. هنحط دلوقتي ام علي في الفرن وهطلع لكم بقى بعد ما تحمر وشكلها يبقى جميل، وهتشوفوا بقى الحاجه الحلوه اللي اتعملت بسرعه وهتعجبكم قوي وتبقى سهله للولاد. حطها في الفرن ونرجع نوريها لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم تاني، وكده طلعنا ام علي من الفرن. شايفين شكلها بقى عامل ازاي وجميل، وشايفين الوش بتاعنا بقى احمر ازاي وجميل من الزبده. ما شاء الله جميله وسهله وسريعه وسخنه. وشايفين برضو الكرواسون حجمه زاد. بألف هنا وشفا، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني. مطبخ توفي، بالهنا والشفا، مع السلامه.